هذه الندوة بعنوانها حول الروحانية الإسلامية هي ذات طابع راهن وفي الوقت نفسه يؤسس لإحياء حضاري جديد على مستوى الأمة كلها في هذا الوقت الذي يجتاح العالم هذا العنصر المادي الذي يفرغ الإنسان من أبعاده الروحانية والغيبية. تأتي هذه الندوة لتعيد الاعتبار لثقافة الغيب وثقافة الروحنة التي تحتاج لها الإنسانية المعاصرة. أنا سأشارك في محاضرة حول روحانية المكان، والمقصود بروحانية المكان هي استشعار كل إنسان وحاجة كل إنسان إلى مكان مخصوص من أجل أن يستعيد علاقته بالله في هذا في بيئة يغلب عليها الطابع المادي. فسوف يجري الحديث تأصيل روحانية المكان في هذه المحاضرة. سعيد لحضور هذه الندوة، اللي هي حقيقة حددت مفهوم الثقة الصوفية لدى البعض اللي هو كان نجم نقول معناها شيء مبهم لدى الكثيرين، معناها مش فاهمين معنى الصوفية، هل هو تطرف أو هو كذا. هو بالعكس، الصوفية معناها نرجو الحقيقة معناها متاعها هي صورة من صور معناها الدين الإسلامي، معناها هي توضح الدين الإسلامي هو التقرب إلى الله بالعمل لفائدة الغير، مش لفائدة ذات العلاقة الإنسان بإلهه، بل لا علاقة الإنسان بإلهه وكيف يكون تصرفه في الحياة. هذا هو ما على مستوى أكاديمي من موقع منها وقع دراسته وقع منها تطرق إليه. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.